نجد بأن هناك استبعاد لمفاوضة سلام من الجانب الفلسطيني، بينما هناك أمل بل تمني بأن تعود المفاوضات بالنسبة لإسرائيل، ذلك لأن إسرائيل هي المستفيدة الأكبر من الأحداث التي صارت مؤخرا من حيث توسيعها للمستوطنات وتهويجها للقدس، حروبها على المدن الفلسطينية والفلسطينيين ومحاولة الإبادة. هذا بلا شك نقاط سوداء في تاريخ إسرائيل لا تريد أن تعترف به، إنما هي تريد رغم ذلك أن تصل إلى سلام بعد كل هذه الأعمال الإجرامية التي قامت بها في حق العرب وخاصة الفلسطينيين والمدن الفلسطينية، وتريد سلام. ولكن الفلسطينيين هم الشعب المظلوم المجروح المهزوم الذي يعاني، الذي يتأزم، الذي يعيش في وطأة الاحتلال وفي الخسار وفي الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، سواء على مدنهم التي يعيشون فيها أو على مقدسات العالم الإسلامي كله وليس فقط فلسطين، من تدنيس وتدمير وخلافه.